بحضراتكم من جديد، والفقره الحواريه من برنامج كلام في الميديا، وتفاصيل مهمه جدا هنتكلم فيها، كواليس واسرار ومعلومات واخبار. كل هذا واكثر هيكون مع الناقد الرياضي الكبير الاستاذ احمد عبد الباسط. استاذ احمد، منور الدنيا واهلا بيك، ومبسوط انك معايا النهارده. انا مبسوط جدا ان انا معاك محمد، اول مره نطلع سوا، ويعني نبقى حلقه خفيفه كده على الناس خفيفة. اللي بتشوف ان شاء الله، يعني تبقى خفيفه يعني ان شاء الله، معلومات وتبقى خفيفه يعني الناس اللي بتشوف باذن الله. ان شاء الله. طيب، تحب ابدا معاك بايه؟ ابدا بالمرحله الجايه. النهارده حصل تعديل في الدوري بسبب مباراه الاهلي في زيمبابوي، فلجنه المسابقات تداركت الامر وخلت المباراه بعدها بخمس ايام لما يكون الفريق رجع من زيمبابوي، وده هيخليني اسالك على اقتراحات نهايه الدوري والكاس. في كلام النهارده نشر عبر موقع الكابتن ان نهائي الكاس من لجنه المسابقات ان هيكون في استاد القاهره ويفوق في شهر مايو. صحه هذا الكلام؟ وهل فعلا ممكن الدوري والكاس يخلصوا في شهر 5؟ طيب شوف، مبدئيا لازم ندي كل واحد حقه، سواء قديم او جديد او موجود في اللجنه او خارج اللجنه. لما جه حسام الزناتي، حسام حد بيشتغل جدا، حد شاب مجتهد، عمل جدول وهو عنده طموح ان الجدول ده يتم بالطريقه المعينه اللي هو حاططها، ولكن طبعا احنا عارفين انه ظروف ملاعب، ظروف امن، ظروف الكلام ده كله تتحكم في الدوري في اخر 3 4 5 سنين يعني. فده مش فشل من حد من لجنه مسابقات، زي ما هو برده كان نجاح من الحاج عامر حسين، برده لازم نديله حقه انه كانت الناس دايما بتهاجمه، ولكن لما جينا في التغيير الناس دايما بتطالب بالتغيير، لما التغيير حصل لقينا انه الموضوع ما اختلفش كتير، يعني مش في الاشخاص، في السيستم نفسه. هو السيستم معروف انه هي هتمشي كده، بدليل احنا النهارده في خبر انه ماتش الاهلي من يوم 14 بقى يوم 15 اتاجل يوم عشان خاطر عنده ماتش، فبالتالي هي الامور بتبقى خارجه عن الاراده، سواء مثلا في ارتباطات افريقيه، في امن قال ان ما ينفعش ماتشين يتلعبوا في مكان واحد، في الحاجات دي كلها بتبقى خارجه عن السيستم نفسه. هو اللي مهما كان موجود الحاج عامر، موجود حسام، موجود كابتن محمد فضل، موجود اي حد، مش هنطلع بره الدايره دي، احنا هنفضل برضه في دايره انه التاجيلات ومحدش يقدر. انا ضد ان حد يحط في مصر ميعاد لنهايه الدوري مبدئيا، مفيش موعد اتحط لنهايه الدوري او للكاس، لان احنا مش عارفين اساسا الماتش هتلعب امتى، ومفيش حاجه بتخرج من لجنه المسابقات غير رسميه. يعني اللي انا متابعه خلال متابعتي لاتحاد الكوره وتواجدي معاهم دايما انه طالما ما تمش الاعلان من خلال الموقع الرسمي، لا يبقى المعلومه مش، يعني فكره نهايه الكاس دي ده اجتهاد برضه. هو اي زميل بيجتهد ان هو يحاول يجيب ميعاد او ان هو يحاول يطلع بمعلومه، ولكن موعد تقريبي ممكن، انما يبقى هو الميعاد لا، لانه انت هيبقى عندك ارتباطات داخل على المنتخب الاولمبي اللي اكيد الدوري برضه لازم يوقف له شويه. احنا كنا داخلين بطوله الامم 23 سنه، الدوري توقف قبلها ب 20 يوم يعني، فبرضه هناك الدوري هيتوقف او احنا رايحين الاولمبياد في نفس الوقت، انه عندك ارتباطات برضه، اجنده دوليه للمنتخب الاول، عندنا اجنده دوليه للمنتخب الاول في شهر 3، او برضه الكابتن شوقي غريبه كده هيستغلها ويطلع يلعب ماتشين بره، عندنا ارتباطات الانديه الافريقيه، عندك الانديه مش اتنين مثلا بيكسبوا اهلي وزمالك زي ما احنا متعودين، بقى عندك 4 فرق بيكسبوا بالظبط، فبالتالي انت المشوار هيبقى عندك بعيد وصعب على لجنه المسابقات. فان احنا نقدر نحط مواعيد لا، الموضوع صعب، ما نقدرش حد يتكهن بميعاد معين لنهايه الدوري، او ان حد يقدر يقول ان الدوري هيخلص يوم كذا او ماتش الكاس يوم كذا. احنا الدوري اللي فات احنا لاعبين 12 شهر ونص، 13 شهر، سنه الا يوم. يعني ما انت عمال تتكلم في حاجات ما ينفعش، احنا ما بنشوفهاش غير هنا. ولكن انا برضو ارجع واقول انه لازم تقليل عدد فرق الدوري، فرق الدوري من لازم زمان بنطالب بالموضوع ده. انا حتى في مره سالت الحاج عامر حسين في القصه دي، قلت له اهم قرار ممكن تاخده لجنه المسابقات ان الدوري بدل ما يكون 18 نادي يبقى 14 و16. لازم مش قراري، مش قراره، لازم يبقى قرار مجلس اداره باجتماع لجنه انديه، ولازم انه لانه بيحصل ثوره في الانديه، ولكن مع تقليص عدد، على فكره عدد الجمعيه العموميه قل جدا، وصل هيوصل ل 105 بعد 254 نادي. انا اتطرق ليها دي. وده نجاح كبير جدا، واتعمل باسلوب مكار يعني، وعجبني جدا من اللجنه اللي بتدير اتحاد الكوره، عملت فيها نسبه وتناسب بالظبط، واتعمل فيها نتائج، انت العب واديني نتائج تبقى موجود في الجمعيه العموميه. مش ان انت تدخل تشارك لي في دوري الكره النسائيه تاخد 20 نقطه، وتشارك لي في كاس مصر وتخسر تاخد 20 نقطه، وتلعب لي الدوري اللي انت فيه سواء قسم رابع او اي دوري تبقى انت خلاص عضو جمعيه عموميه، بقى صوتك بيتساوى مع الاهلي والزمالك والاسماعيلي، وتقدر انت وكانت الناس دي هي اللي بتحدد مين يبقى رئيس اتحاد كره في الاوقات اللي فاتت. انا اتطرق ليها، انا اتطرق نتكلم بس في قصه الدوري والكاس، انا اتطرق، لكن انا برضو عشان برضو ملف الدوري والكاس ما ياخدش منه اكبر من وقته، هم ما يقدروش، لو كانوا يقدروا ان هم يقول لك الدوري يخلص امتى او الكاس ميعاده امتى كانوا حطوا مواعيد الدوري كامله. ان انا سامعك في الانترو بتقول انه لسه ما كملوش الدور الثاني، فهم ما يقدروش، انت حطيت ماتش الزمالك كان في الجوله الرابعه، بقى ماتش الزمالك في نهايه الدور الاول، في نهايه الدور الاول، فلا ما فيش اي تكهنات خالص.
وانا عارف انه مع الظروف اللي بنمر بيها وان احنا ممكن ماتشات تتاجل الدوري ممكن يمتد لابعد من ذلك كمان يعني. بس هتبقى مشكله كبيره لان عندك اولمبياد توكو 23/7 ولازم تدي مساحه لشوقي غريب قبلها على الاقل على الاقل 23 يوم او شهر. ده اللي بنقوله. فلازم الدوري مش يخلص 5 بحد اقصى بحد اقصى في الاسبوع الاول من شهر 6. بالظبط المفروض ان ده اللي يحصل علشان خاطر ان احنا نقدر نرجع على بطولات الامم والقيد والاستبدال والحاجات اللي بنتكلم فيها كدا. احنا عايزين نخلص بدري جدا قبل اي ارتباطات بتجيلنا في الصيف. لانه بندخل في ازمه طب مد القيد الافريقي طب مد مش عارف القيد الداخلي طب نعمل كذا بالزبط. فالازمات دي كلها بتعمل عوار عندنا في كل حاجه بقى في اللائحه في المسابقات في شؤون اللاعبين. فاحنا لازم السيستم احنا لازم يعني كله يستحمل. اي مفيش مشكله العب كل 3 ايام مفيش مشكله ان انا اهمل. ده اللي محظوظ ده اللي حتى يعني في الدور الاول بالظبط لازم الانديه تيجي على نفسها شويه لانه انت بمجرد ما نعدي الدور الاول وهتلاقي 5-6 فرق بينافسوا على الهبوط هيطلع رؤساء الانديه بنطالب بقى بالغاء الهبوط ده في معرفش اللائحه تم الاستبدال فتحه مره ثانيه ده تم اغلاقه مره ثالثه حاجات كتير هنتكلم فيها خلال الحلقه يعني. عندك جديد في موضوع الاستبدال؟ بص الاستبدال يعني ما عشان بس نقفل الصفحه اللائحه اللي اتحطت انه الاستبدال القايمة 30 لعيب مظبوط الاستبدال بيكون 5 لعيبة تشيل بقى واحد تحط مكان واحد تطلعه عارة تحط مكان واحد مكان فاضي تحط هو عندك 5 لعيبة فتح ان انت تفتح الموضوع والمجال ده زيادة اتحاد الكرة هيطلع الفترة دي يقول لك احنا ما حدش كلمنا لكن لا في بعض الأندية اتكلمت ان هي عايزة توسع الاستبدال شوية يعني مثلا يبقوا 10 بدل 5 ولكن انا عارف برضو انه اللائحه مش هتتعدل الاستبدال هيفضل زي ما هو الخمسه يبقى هم الخمسه اللي اتفقوا عليهم بس في تصريح في موقع في الجول وما ذكرش يعني ما اتقالش برضو مين مصدر التصريح بس اتقال في موقع في الجول كلمه او عباره ادتني ايحاء ان لا ممكن يكون في تعديل او قد لا يكون في تعديل بس انا بقول لك ايه لو في لائحه هطلع اقول ايه في لائحه محدش يكلمني النظام واللائحه مستمر لغايه نهايه الموسم لما اكون بطلع بتصريح اقول ايه بنحاول نطبق اللائحه طيب كلمه بنحاول دي تديك مؤشر طب ممكن هقول لك على حاجه تعرف انه لو تم تعديل اللائحه الدوري ده يبقى بطل لان النظام بدا ما ينفعش انا بعت لائحه للانديه بقول انه القايمه 30 لعيب الاستبدال 5 فقط انه معايا واحد لعيب شمال اتحاد شمال افريقي يبقى لعيب دوت بيتعامل معامله مصريه لعيب فلسطيني بيتعامل معامله مصريه السوري معامله مصريه لاخر سنه السنه دي في وسط السيزون عندي ان انا ما ينفعش ان انا اجي مع اللعيبه دي واللائحه اللي انا عملتها اقوم انا معدل في شرط اساسي من شروط مسابقه شروط القيد طبعا يعني شرط اساسي فبالتالي انا بخل ببنودها باي حد يرجع يطلع على مركز تسويه وتحكيم او يطلع يشتكيني بره خلاص ده اتحاد كوره انت عارف انا بخل بايه؟ باهم مبدا لكره القدم في العالم كله بالظبط مبدا تكافؤ الفرص بالظبط انت احنا وصلنا لمراحل في خلال الثلاث اربع سنين اللي فاتوا انه كان في لعيبه بيلعب في ثلاث انديه في الموسم يلعب هنا الكاس ويلعب هنا دوري الدور الاول ودوري الدور الثاني واحنا كنا بنوصل في ثلاث انديه وممكن مثلا يروح من الاهلي لسموحه لاقيه مع سموحه بيلعب الاهلي الدور الثاني هو ده مش ذنب انديه دي لائحه كانت بتتعمل وكان اقول لك على حاجه مثلا يعني انت من غرائب الكوره في العالم انه الاهلي مثلا او الزمالك او الاسماعيلي هيلاعب سموحه مثلا متاجلوا ماتش من الدور الاول فالاسماعيلي باع لعيب لسموحه الماتشين لسه ما تلعبوش اللاعب بيلعب الماتشين ضد فرقته في الدور الثاني مع انه اصلا ما لعبش من بتاع الدور الاول انت فاهمني فده في حد يعني ده في حد ذاته اصلا يعني بيبطل اي حاجه يعني ولكن احنا قلنا عمالين احنا خلاص بقى عايزين نرمي شماعه انه الظروف والكلام ده كله عايزين بقى نشتغل يعني عايزين نشتغل احنا عملنا بطولتين الناس دي عندها ثقه فينا الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي عندهم ثقه في الدوله المصريه طبعا. فبالتالي احنا كدوله مصريه عملنا بطولتين مع استضافه منتديات شباب بقى في كل حاجه وعمالين نعمل حاجات الحاجات الصغيره اللي احنا بنقولها دي بترجعنا لورا طبعا وبتضحك على الناس يعني فخلاص بقى احنا لازم نحط سيستم واستقرار بقى نمشي عليه لانه اصبح المجال الرياضي في مصر صداع يعني اصبح صداع تعرف اقول لك على حاجه النادي الاهلي اكثر المتضررين باللائحه اللي اتعملت في بدايه الموسم والنادي الاهلي نتيجه ضغط المباريات ونهايه المسابقه مؤخرا او في توقيت غير مناسب اكبر النادي الاهلي ان هو ياخد قرارات في استغناءات عن لعيبه واعارات لعيبه وللاسف خسائر ماليه وفنيه فعدد من اللعيبه كان ممكن يكون على قوام قائمتك فلما اتحط نظام واتقال 30 لاعب واستبدال 5 لاعبين النادي الاهلي التزم والنادي الاهلي تعامل طبقا للائحه اللي اتحطت من بدايه الموسم لاتحاد الكوره واستغنى عن لعيبه ممكن قد يستفيد فيها ماديا او فنيا لكن ارتقى ان النظام خلاص اتحط هنلتزم بيه ما جيش في نص الموسم حد يفكر في التغيير لكن هل الاتحاد اتحاد الكوره بمعلوماتك بقى او مصادرك في فكره ولا خلاص قرار رسمي في نظام هيطبق على جميع حتى نهايه الموسم لا هم عندهم النيه لحد دلوقتي ولكن هكلمك بالنيه واكلمك بعادات العرب طيب. النيه بتقول انه خلاص لا مش هنغير ولكن عادات العرب بتعمل ايه يجي يقعدوا مثلا مجلس الاداره مع ال 18 نادي
فتلاقي الاهلي والزمالك مثلا او اثنين انديه كبار يقول لك لا مش عايزين استبدال يتفتح، احنا مصممين على هذا الموضوع مثلا، على النظام الموجود. تلاقي السبع ثمان انديه اللي هم بنفسه على الهبوط يقول لك لا احنا عايزين الاستبدال يتفتح، فخلاص عادات العرب الاغلبيه تكسب. ما احنا ما عندناش اللي انت بتقوله، النيه خلاص مش هنفتح الاستبدال، وانا عارف ان هم عندهم نيه. طب انت اتكلمت مع اعضاء اللجنه الخماسيه؟ اتكلمت معاهم وعندهم النيه. راي الخماسي؟ لا، رأي الخماسي ان هي تفضل اللائحه زي ما هي، ما يتمش فيها اي تعديل، لان المسابقه بدات بيها وما فيش اي تعديل، واي تعديل يطرأ بعد نهايه المسابقه. اذا قرار جماعي. قرار جماعي منهم. لو تم بقى اي تغيير زي ما بقول لك كده تبقى ايه، تدخلات عادات العرب يعني. بس انما ان هم يغيروا، لا مستحيل ان هم يغيروا. هم عندهم انا عاجبني ان هم شغالين على موضوع الجمعيه العموميه كويس، وده مزعل منهم ناس كتير جدا، ولكن موضوع انك بتغرب الجمعيه العموميه عشان توصلها ل 100 نادي فده في حد ذاته شيء مهم جدا يعني. طيب هم اللي قايمين بالدور ده ولا في لجنه بيستشيروا بيها في فكره نسب اعضاء الجمعيه العموميه او نظام لائحه النظام الاساسي؟ عشان نبسطها على الناس اللي بتشوفنا، انه الجمعيه العموميه 254 نادي، عشان تبقى عضو جمعيه عموميه بتلعب مثلا بتشارك قسم ثالث بتاخد 20 نقطه. تمام. بتشارك كاس مصر بتاخد 20 نقطة، هي كده. بتعمل فرقة كرة نسائية أو ثلاث أربع فرق ناشئين بتاخد 10 نقط، كده أنت وصلت كام نقطة؟ 50. ده في التصنيف الأول اللي كان موجود في اللائحة قبل كده. اللائحة القديمة. تمام. أصبحت أنت عضو جمعية عمومية. ليك صوت. فبالتالي الناس دي كلها بتيجي بتتجمع، عايزين محمد ينجح، عايزين أحمد عبد الباسط ينجح، فخلاص الناس دي بتخش، ده اللي ينجح. وزي ما قلت لك اللي بتحكم في الناس اللي بتقعد على الكرسي كانت الأندية دي، مش الأهلي والزمالك، مع احترامي لكل الأندية بتاعت الدوري الممتاز. ما كانوش في انديه ما كانتش بتروح انتخابات عارفين ان صوتهم لا هيودي ولا هيجيب يعني، ولكن ده اللي كان معمول بيه النظام الفتره اللي فاتت. دلوقتي اللجنه قالت انه لا، العدد كبير ومش اي حد ومن كل من هب ودب بقى يدخل، مع احترامنا لكل الناس يعني، ولكن لا اتعب شويه. بمعنى انا هاجي احمد عبد الواسع عايز يبقى عضو جمعيه عموميه، لا انت هتلعب كاس مصر، انت مطالب انك توصل دور ال 64. اذا هيبقى عندك الفرق بتاعه الدوري الممتاز 18، هيبقى عندك ثلاث مجموعات في القسم الثاني 12 في 3 ب 36، مع الناس اللي هتوصل دور ال 64 وهيتصفوا طبعا، هيبقى معاهم دوري ممتاز مع دوري قسم ثاني، هتصفيهم هيطلع عندك 100 او 95 واحد، دول الجمعيه العموميه هم استقروا على كده. يعني ربطت صوتك في الجمعيه العموميه وجودك في الجمعيه العموميه بناء على النتائج اللي بتحققها في كاس مصر. في كاس مصر ليه بقى؟ اتحاد الكوره برضه طلع ذكي في الحته دي، ما بعت لائحه كاس مصر للانديه، كتب ده قال لهم اللي عايز يشارك في كاس مصر، وراح حاطط ده شرط. في بعض الانديه عدت عليها الامور وفي بعض الانديه، ولكن الانديه لعبت، معنى ان انت لعبت ووافقت خلاص، فدي موافقه ضمنيه ان انت موافق على الشروط. فبالتالي هتبص تلاقي الجمعيه العموميه اللي جايه متغربله، ما فيهاش انديه كتير اعضاء جمعيه عموميه، وانا شايف ان ده امر مهم جدا، وهم عندهم مخطط كمان ان الفتره اللي جايه يقللوا العدد اكتر من كده. طيب بمناسبه تقليل العدد، يمكن انا بقرا او في قراءه العدد من المانشيتات والاخبار في الاخبار المحليه والعالميه، وعد عليا خبر فيفا يقترح تقليص عدد اعضاء مجلس اداره اتحاد الكوره. هي لائحه النظام الاساسي الفيفا اللي بيقترح؟ لا، مش ولا بتاعت اللجنه اللي بتقترح؟ مش بتاعه الاتحاد الدولي. وهو اصلا الاتحاد الدولي ممكن ما يكونش طلب. لا، هم ما هو بقول لك هو ده مش بتاع، ما انا ما اعرفش الخبر فين، بس ولكن دي مش نازل بتاعت على السوبر كوره. الاتحاد الدولي مش بتاعته ان هو يقلل، هو بيتم عمل جمعيه عموميه. هي ما عدتش عليا. لا، ما هو بيتم عمل جمعيه عموميه. فيفا تقترح دي ما عدتش عليا. لا، ما بتقترحش، لان الفيفا تقترح بناء على ايه؟ لا، بيتم عمل جمعيه عموميه، جمعية عمومية داخلية. تمام. بيتم تعديل او ادراك في الـ في الـ في الجمعية العمومية جدول الاعمال انه عايزين نقلل الاعضاء لتسعة او نزودهم ل 11، او لو عايز تخليهم 23 براحتك، المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي 24. فبالتالي ان انا اقلل او ازود، وبناء على محضر اجتماع الجمعية العمومية كله بيتم ارساله الى الاتحاد الدولي، وبيعتمدوا الاتحاد الدولي، ولكن هو يقترح، مش هيقترح، ما بتدخلش في شؤون الاتحاد الدولي الأهلية. يدخل بس في التفاصيل المتعلقه بايه؟ اللي انت ما تخالفش لائحه النظام الاساسي للفيفا. بالظبط. في دستور الفيفا وضعاه لكل الاتحادات الاهليه او كل الاتحادات في العالم، لازم تلتزم بالمعايير العامه او الشروط العامه. فكره بقى الاتحاد عندك 9 15، ممكن تونس 5، ممكن المغرب 11، ممكن مصر 23. عندك الدول تعدادها السكاني مش زي بعض، عندك الفرق بتاعتها مش زي بعض، عندك تصنيفاتها ومنتخباتها مش زي بعض، فالامور بتختلف. لا، ده مش معيار، ده معيار داخلي، ودي لائحه داخليه، ولكن بتتماشى مع لائحه الاتحاد الدولي. فبالتالي الاتحاد الدولي ملوش علاقه غير ان هو بيعتمد المحضر. طب ليه طلع الخبر ان الفيفا هو اللي بيقترح؟ ما هو بص، طلع هو على فكره، هو في نيه ان ده يتعمل. اوكي، انا انا مش مختلف عن النيه، في نيه بس داخليه. ليه نقول معلومه مش صحيحه او معلومه مش قانونيه؟ مش قانونيه برضو، عشان ما نجيش على الناس، الزميل اللي عمل الخبر. لا، ولكن مش على الزميل. لا، ولكن ممكن يكون حد سربها بطريقه. انا بتكلم على الزميل، الزميل واخد الخبر من مصدر قال له الكلام ده.
لانه يعني خلينا بس لانه في ناس لسه من خارج اتحاد الكوره ما زالت بتدير اتحاد الكوره يعني. معقوله؟ اه طبعا، فهم برضو يعني الخبر بيتمرر بالطريقه دي، ولكن ده واقع يعني. طيب هل عندك معلومه ان ممكن العدد بيتحدد بناء على الانتخابات اللي جايه؟ لو حد بيحدد قائمه وجاهز بقائمه بيحدد الانتخابات العدد ده؟ مش عايز 11، مش عايز 13، عايز العدد يبقى قليل 9؟ ما اتعملش انه يبقى نظام قوائم او نظام فردي او الكلام ده، بس هو هيبقى الانتخابات. هو انا عارف انه بيتم تربطات من دلوقتي يعني، انا عارف انه بيتم تربطات وبيتم عمل جبهات، و كل الوشوش يعني اللي كانت موجوده هتبقى موجوده، ما عدا المهندس هاني ابو ريده اللي عرفت يعني ان هو ناوي يعتزل العمل العام في مصر يعني، لكنه يفضل موجود طبعا في الاتحاد الدولي، وده بيحمي حقوق كتير لينا، دوره في الاتحاد الدولي مهم بالنسبه بيحمي لمصر. حقوق كتير لينا. ولكن في مصر هنا لا، لسه برضو بيتم بقى العمل على انه التربطات بقى مع المية غير التربطات مع 254، الموضوع هيبقى صعب. غير على تربطات العدد المجلس برضو، دي جزئيه مهمه جدا. بالظبط بالظبط، ولكن برضو لو المجلس قال، ما انت هتيجي تحسبها برضو الشروط نفسها، ان انت لازم تكون لعيب دوري ممتاز او لعبت الشروط هتتعدل ولا لازم بقى الشروط دي، هم عندهم النيه برضو ان في شروط تتعدل لازم تتعدل. ليه بقى؟ لانه ما ينفعش ان انا يبقى عندي محمد سعيد يبقى عنده كفاءات مثلا في التسويق وان انا اقدر استفيد منه، وما ينفعش ادخله اتحاد كوره اعده مجلس اداره عشان هو ما لعبش كوره. ما ينفعش ان انا يبقى عندي مثلا حد وليكن دماغه في انه يقدم لي حاجه للمنتخب مصر تسويقيه او ان في الرعايه او ويقول لك ما ينفعش عشان خاطر ما لعبش كوره، او لعيب فني او لعيب كوره كبير زي يعني وائل جمعه لما كانش موجود في الانتخابات. وتيجي تقول انه ينطبق الشروط على عضو مجلس اداره كرئيس احد اعضاء الجمعيه العموميه ويكون هو في نادي درجه ثالثه ورابعه، ما عندوش فكره اصلا انه يصعد ناديه، فيقوم جاي قاعد على الكرسي بحكم علاقاته في محافظته مع عدد من اعضاء الجمعيه العموميه عشان خاطر هم، او نزل بيه من الدرجه الثانيه للثالثه الرابعه مش عارف يطلع بيه، اجيبه يديره الكره المصريه عشان في شرط بينطبق عليه، وقعد ناس واحرمها من ان هي تبقى موجوده علشان خاطر الشروط. طيب الشروط ان هو يكون حكم، الشروط ان هو يكون عضو مجلس اداره لنادي تابع الجمعيه العموميه عدى سنه او رئيس مجلس اداره، الشروط ان هو يكون لاعب دوري ممتاز مش اقل من 10 ماتشات او دوري درجه اولى، فدي الشروط اللي بتنطبق. الشروط دي كلها بتحرم ناس كتير جدا عندهم الفكر وعندهم ما انا لما اجي ابص الاقي مثلا واحد زي الدكتور محمد فضل الله، هل ده ينفع يبقى موجود في اتحاد الكره على كرسي مجلس اداره ولا ما ينفعش؟ ينفع. هل الشروط بتنطبق عليه؟ لا. هل الكابتن خالد بيومي مثلا ينفع يبقى موجود ولا ما ينفعش؟ ينفع. الشروط بتنطبق عليه؟ لا. وهكذا بقى. مثلا انا بدي امثله يعني، انا بدي امثله مش بذكر الاثنين بالذات، لكن بدي امثله ان الناس دي مش هتبقى موجوده لانه ما بنطبقش على الشروط. لو مثلا الدكتور اشرف صبحي نفسه وزير الشباب والرياضه قبل ما يبقى موجود ما كانش ينطبق عليه الشروط ان هو يترشح، والراجل دلوقتي يعني وزير بيدير وعنده فكر، واكيد تم اختياره عشان عنده فكر أكيد. ما تمش اختياره عشوائيا، ما كانش ينفع ان هو يترشح في اتحاد الكره. اعتقد اللائحه دي لازم او البنود دي لازم تتعدل، خصوصا بتاعت الترشيح. الجمعيه العموميه غير العاديه لاعتماد كل هذه الموضوعات قريبه ولا لسه في مساحه وقت؟ ما عادش عندنا جمعيه عموميه غير بتاعت الانتخابات اللي جايه في شهر 7. معقوله؟ اه، لانه بس اعتماد اللائحه لازم يكون جمعيه عموميه. هقول لك انا على حاجه، اللي بيتعمل جدول اعمال الاول بيتم الانتهاء من جدول الاعمال، واخر بند في البنود هو انتخاب مجلس اداره جديد. انت عايز تقول لي ان انا كل التعديلات دي هتكون في التعديلات؟ قصدك بال انا بتكلم على التعديلات. لا، ما هو التعديلات بص هم هيعملوا حاجه مهمه جدا، التعديلات لازم اعمل تعديلات واحدد ميعاد الانتخابات واعمل كل ده. الجمعيه العموميه قالت هم خدوا كده موافقه الانديه لما بعتوا لهم الاقرار ان انت خلاص هتلعب كاس مصر لدور كذا، فانت خلاص ده موافقه ضمنيه. هيعتمدوا هم مجلس الاداره اذا لم يتم الدعوه الجمعيه العموميه بيعملوا اجتماع مجلس اداره طارئ، ويتم ارسال محضر مجلس الاداره للجهه الاداريه لاعتماده. مظبوط. لانه الجمعيه العموميه ما اكتملتش، وكان في جمعيه عموميه من شهر كانت عاديه ولكن قال لك تم بطلانها لانه مش قانونيا ان تعمل جمعيتين في سنه واحده. فبالتالي تم بطلانها او تم الغائها. فهم هنا هيعملوا مجلس اداره، محضر مجلس اداره بيبعت للجهه الاداريه بتوافق عليه بيتعامل بيه عادي، لانه ممكن جمعيات العموميه لما بتتعمل ما بتكتملش. لو ما اكتملتش في الحاله دي المجلس بيجتمع ويبعت المحضر للجهه الاداريه وهي اللي بتثبت فيه يعني بتعتمده. طيب بما انك قريب الصله جوه الجبليه بمعنى اصح، او المسمى اللي احنا بنحب نتكلم فيه باللغه الصحفيه اتحاد الكوره. اتحاد الكوره بالظبط كده. في فار السنه دي تقنيه الفيديو ممكن تتطبق؟ لان انا فوجئت بتصريحات لرئيس لجنه الحكام الكابتن جمال غندور قال لك ما عنديش معلومه واحده. لا لا ايه؟ لا فار ولا جمهور. لا فار ولا جمهور؟ لا بس بالعكس الجمهور اوكي. ايه اللي بيحدد على 5000 في المباريات المحليه؟ ايوه 5000 في المباريات المحليه، اما نشوف مين اللي هيحضر. بس بدايه
ما فيش ما ماشي. مش هيحصل يعني. طب خلينا متفائلين شويه في موضوع انا عارف ان هتيجي في ماتشات ويقول لك لا ما فيش الماتش دوت ده في الماتش دوت ما فيش الماتش دوت هتتقفل كلها تاني. انا عارف اللي هيحصل يعني، او عارف المباراه الافريقيه ان شاء الله باذن الله هتكون. لا الافريقيه هي اللي هتكون السبب الرئيسي ان الجمهور يرجع في المباراه المحليه. بص يا محمد، احنا بقول لك منظمين بطولتين، واللي حصل الفتره الاخيره ان شاء الله هيساعد على ده. منظمين بطولتين باذن الله في اربع خمس شهور، العالم كله بيتكلم عليهم مع قرعه مع لا 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 احنا نقدر، ولكن برضو مش بنحمل المسؤولين بس المسؤوليه، الجمهور عليه عبء كبير جدا. الجمهور لازم ان احنا نوصل الرساله تكون ان احنا عايزين نحضر، مش عايزين مشاكل، عايزين اصل احنا كلنا خايفين، كله خايف، المشجع خايف والمسؤول خايف، لا لازم كلنا نشارك في ان احنا نرفع الخوف ده. ورش عمل والفتره الجايه هيبقى في دور مهني لازم ده لازم ده. لازم ده لازم ده يبقى موجود. ولكن الفار مفيش. اولا تكلفته صعبه جدا. استاذ عمرو الجناني ليه تكلفته صعبه؟ ليه هو المداخيل بتخش الاتحاد كام؟ ما هو المداخيل في ازمه دلوقتي، انه المداخيل اللي بتدخل من خلال شركات الراعيه ومن خلال البث. بلاش شركات الراعيه والبث، خلينا في المنتخب. المنتخب الاول في كاس العالم في روسيا دخل له كام؟ مشاركته في تصفيات افريقيا، الموافقه على حقوق تسويق البث الجماعي لتصفيات كاس العالم 2022، ده ممكن يدخل رقم كام للاتحاد الكوره؟ مش برضو ان انت كان عندك غرامه 2 مليون دولار وكان دي كانت خلاص دي من كام سنه؟ انا بتكلم فيها توابع كتيره جدا. وعندك برضو انت برضو بتحسبها محمد، الناس ما تعرفش انه الحكام اللي بتحكم في الدوريات كلها، وتيجي الانديه بتدفع فلوسها وفي متاخرات وفي وفي وفي، لكن تيجي تحسبها انت في لبس للناس دي كلها، وفي مراقبين، وفي لجان بتشتغل، والناس دي كلها بتاخد فلوس، وتيجي وفي موظفين وفي مناطق وفي افرع اتحاد، لما تيجي تحسبها انت في الناس دي والمداخيل اللي بتدخل. لا ما انت عندك برضو كابتن حسام بدري مقدم لائحه انه لما نكسب جزر القمر هناك ب 60,000 كل لاعب. 60,000 جنيه؟ لكل لاعب. فانت ما بتتكلم على 23 لعيب، دي مباراه المكسب فيها طبيعي. بتتكلم على 23 لعيب، ودي اصبحت لائحه، ده مشروع لائحه هم عايزين اللجنه تعتمده. مشروع لائحه ولا تم اعتمادها؟ ما هو اللي كان قبل كده كان 40,000. فهم زودوها 20,000 ولغى التعادل، قال ان التعادل ما فيش فيه يعني كابتن حسام. ده طبيعي. ولكن ان انت تلعب مع جزر القمر دي ب 60,000، انت ما بتتكلم محمد في 60,000، بجانب انه المدير الفني 200% من اللعيب، المدرب العام 150% من اللعيب، مدير الكوره 200% من اللعيب، فانت بتتكلم لو ضربت 40 مثلا في 100,000، فانت بتتكلم في مكافاه ماتش 4 مليون جنيه. انت فاهم؟ ما هو المداخيل اللي بيجيبها المنتخب بترجع برضه للمنتخب، وبترجع لمنتخبات تانية كتير ما عندهاش مداخيل. انت عندك منتخبين، منتخب اولمبي وشباب مع كابتن ربيع ياسين، وشباب ما كانش عندهم مداخيل بتدخل لهم، فبالتالي بياخدوا المنتخب الاول، مع انه نسب البث بتيجي تبص تلاقي هو اتحاد الكره بيصرف منين؟ مع من نسبه عقود اللعيبه انه بيخصم 3%، مع نسبه بث بيخصم مثلا 15%، بيبدا يوزع منها على انديه الغلابه فالامور بتختلف من لو قنن مصاريفه هيلاقي فلوس. لان عايز اقول لك على حاجه، مش هتكلم وقارن اوروبا او منطقه الخليج بالكره المصريه، المغرب بتطبق الفار، المغرب طبقت الفار، المغرب من سنه بتشتغل على تطبيق الفار، ارسلت حكامها وخدوا دورات تدريبيه، خدت الموافقه من مجلس الاتحاد الدولي لكره القدم للقانون عشان يطبق الفار، استعان باحدى الشركات للمعدات ان تكون موجوده لتطبيق التقنيه، عملت مباريات اوفلاين عشان تطبق التجربه بشكل عملي قبل ما تبدا بشكل رسمي، وعلى طول بدا الموسم وطبق الفار. هو من سنه قلت الموضوع بسيط، من سنه كنت هنا برضو قلت يا جماعه الموضوع يبقى ابسط من بساطه، بدل ما نعمل واحده مركزيه في كل ملعب، لانه ده لازم يبقى في كل ملعب غرفه. ايه المشكله في كل ملعب؟ ما بطوله الامم كانت في مصر والملعب كان فيها فار. قلت لهم لو انتوا الموضوع صعب عليكم فنعملها غرفه مركزيه وليكن في اتحاد الكوره، وانه بيتم توصيلها بكل ملعب لحد ما نشوف حل ان احنا نقدر، لانه تكلفتها بتتكلم في مبلغ عالي، وكل اللي بيجي يقول لك لا لما نجيب مبلغ، بجانب ان هي ضروريه، انا شايف ان هي ضروريه بالذات في مصر، بالذات في مصر، لانه احنا عندنا خلافات ومشاكل كتير جدا. بس خد بالك هي هتزود الخلافات، هي هتزود الخلافات، هتضعف الحكام اكتر، لانه الحكام يعني هي نسبه العداله في الفار مش نسبه 100% على فكره، بالظبط هي نسبه 70-80%. ولكن الكنترول هنا هيبقى عليها صعب شويه. انا شايف ان هو هيبقى صعب جدا عليها في الفتره اللي جايه. طيب المنتخب الاول والمنتخب الاولمبي في السياق الحديث، انت اتكلمت عن الكابتن حسام البدري وموضوع اللائحه، المنتخبين ماشيين ازاي في الفتره الجايه؟ يعني كابتن شوقي قريب هل عنده مباريات بيستعد فيها الفتره الجايه؟ اصلا عنده توقيتات يقيها للمباريات؟ الكابتن حسام برضو الفتره الجايه عنده فتره فراغ كبيره جدا، مفيش غير اجنده واحده في مارس ودي تصفيات كاس عالم. طيب
انا هقول لك جمله بس يعني مش هنقف عندها كتير واكمل، بس يعني خليك فاكرها، انه خريطه كره القدم في مصر قد تتغير بعد شهر مارس اللي جاي. الخريطه ولا الاجهزه؟ ما هو الخريطه بقى بما فيها الاجهزه. انت يعني بتقول كلام اه يعني الخريطه بما فيها الاجهزه يعني بعد شهر 3. عايز اقول لك على حاجه، الرئيس السيسي لما كان بيكرم المنتخب الاولمبي قال لهم لا احنا بنبنيكم وبنبني الفتره اللي جايه، انتوا عندكم الاولمبيات يعني معنى كده متابعين اكيد طبعا. من خلال يعني قربي ومعلوماتي ان كلام الراجل ده معناه عقد للناس دي. انا شايف انه بيضع الثقه فيهم كمان، وضع الثقه فيهم، هو بيحفزهم. وزاره الشباب والرياضه ما بتتدخلش، بس مش سايبه الموضوع لانه ممنوع تدخل جهه حكوميه، ولكن مش سايبه الموضوع لانه عارفه انه المنتخب الاولمبي هو اللي خلاص دي اول طوبه احنا قدرنا نحطها بقى نبني عليها. بص هقول لك على حاجه يا محمد، مشكلتنا في الفتره اللي فاتت كلها انه عشان انا عايز اعمل برنامج جديد مكان محمد، فاقوم اهد كل اللي محمد عمله، ما اكمل على محمد لازم عمله. ابني لازم اكمل. انما لا، احنا كان عادتنا في الفتره الاخيره انه جه بعد الجيل بتاع ابو تريكه وقال جمعه، طيب هنجيب مين بقى؟ احمد سعيد اوكا وعلي غزال، طب ونهد وبعدين نبدا ثانيه ونهد. لا لازم، احنا عمليه الاحاله والتجديد في مصر كانت بتتم غلط. الكابتن حسام بدري لازم يعرف كويس هو عايز ايه من المنتخب الفتره اللي جايه. الكابتن حسام بدري جه على المنتخب ما هوش مذاكر المنتخب كويس، ما هوش مذاكر المنتخب عايز ايه بعد اجيري. هو جرب بعض اللعيبه مثلا يعني. بس انت ليه سابق في الحكم عليه بسرعه كده؟ انا هقول لك برضو، ما انا برضو لازم اخد وجهه النظر الثانيه. بالظبط، لازم تحط يعني نفسك مكان يعني هو الراجل بقاله قد ايه؟ طيب لعب كام مباراه؟ حلو. ليه انت قلت لي لما قلت لك انه 60,000 جنيه مكافاه قلت لي لا ده ازاي، ده طبيعي ان احنا نكسب، احنا جينا في وقت من الاوقات. هو يقصد جزر القمر ولا يقصد مباراه خارج مصر؟ لا هو في البدايه، هو في البدايه عمل اللائحه دي ما اتقدمتش غير بعد الماتش الاولاني اللي اتعادلناه على ارضنا هنا. بس عايز اقول لك على حاجه، بس في اللائحه يقصد المباراه دي تحديدا ولا لا؟ أي لا لا مباراة لا خارج لا مصر؟ لا لا، هي اي مباراه خارج مصر هتوقف 60. ولكن التعديل على فكره ده صح، ما هو صح، انا معاك، هتحتاج ده في تصفيات كاس العالم. ما انا هقول لك على حاجه، لا تصفيات كاس العالم هتبقى اغلى كمان يعني، بس ولا لا، تصفيات كاس العالم غير تصفيات افريقيا غير ماتشات بطولات، كل بطوله وكل تصفيات ليها لائحه مختلفه. تمام، والتوتال كله في النهايه مكافئات بتبقى مختلفه. ولكن هو تم تعديل اللائحه بعد الماتش الاولاني اللي تعادلناه، احنا كنا بنلعب مين؟ كينيا. هنا كنا بنلعب كينيا في برج العرب. بعد ما تعادلناه فهو قالوا ان احنا نعدل اللائحه. لكن انا بس عايز يعني انا مش باجي على الكابتن حسام بدري، بالعكس انا كلمت الكابتن حسام بدري كنا بنتكلم، هو لازم يبقى عارف كويس جدا هو عايز من المنتخب، مذاكر المنتخب كويس جدا، يعرف انه ليه اجيري ما كانش بيجيب عبد الله جمعه، لان هو خد عبد الله جمعه ما عرفش يقعد معاه في المنتخب. يعرف انه ليه اجيري كان بيجيب احمد فتوح واحمد هو اللي شال الكابتن شوقي غريب. يعرف انه محتاج ايه من منتخب مصر الفتره اللي جايه، لانه بص هقول لك على حاجه، انا كنت قريب جدا من كوبر. عارف. جدا. انا مستني التشكيل منك انت. واللي بعده عشان برضه التشكيل كوبر مشي. لما جه مستر كوبر كنت بتكلم معاه في مره، قال لي انا هقول لك على حاجه، انا بتعامل مع الكره المصريه ازاي. وانا والله يمكن اول مره اقول لك يعني الكلام ده. قال انه في خطه، في طريقه، وفي افراد. الطريقه دي عشان تنجح الافراد هم اللي بينجحوها يعني، اكيد طبعا هم اللي بينفذوا. انا جيت مصر مفيش خطه ومفيش افراد، احنا ما بنتكلمش بقى على ايه، بتتكلم بشكل عام، شكل عام. محمد صلاح كان اللي عندنا وتريزيجيه الناحيه الثانيه بس، وطارق حامد في قلب الملعب وخلاص، هم دول اللي كانوا عندنا. قال بس ما عنديش افراد، ال 11 راجل اللي في الملعب مش هعرف انا اعمل بيهم التيكي تاكا واكسب اي فرقه. فانا ثبتت الخطه والاطار بتاعي. طب لغايه لما نثبت الخطه والاطار نرجع نتكلم حلو. في موضوع مهم عشان ما نفصلش في وسطيه كده، ونرجع نتكلم فيه من اوله لغايه اخره. ماشي تمام. اخرج الى فاصل بعد حديث الزميل العزيز احمد عبد الباسط، وارجع اكمل معاه هذه الجزئيه مهمه جدا اللي قالها له كوبر واللي بيقولها المره دي لاول مره بعد رحيل كوبر منذ حوالي بنتكلم في داخلين على سنتين او سنه ونص. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل مواصلين في الحديث مع الناقد الرياضي الاستاذ احمد عبد الباسط. اهلا بحضراتكم من جديد، ونتواصل في الحديث مع الناقد الرياضي الاستاذ احمد عبد الباسط، وكان بيتكلم في موضوع مهم جدا بعد سنه ونص تصريحات كوبر وكلام مهم جدا كوبر قاله له وقتها ساعه المنتخب الوطني. وطبعا كوبر واحنا عارفين تجربته مع المنتخب الوطني كان فيه يعني اختلافات كثيره جدا على طريقته وفلسفته مع المنتخب الوطني. احمد كوبر بقى الكلام ده برضه قاله لي قريب، لانه هو كان هنا في مصر وكنت بقعد معاه وقابله، ف
قال انه انا عندي خطه وعندي افراد، يعني عشان خطتي تنجح لازم الافراد دي تنفذ اللي انا عايزه مش ينفذوا اللي هم عايزينه. اي حد كان بيخرج بره الاطار بتاع كوبر كان بيطلعه بره المنتخب، بدليل ان هو ما كانش بيلعب باك شمال، كان بيلعب محمد طلبه باك شمال. مظبوط. لو تفتكر يعني. فكوبر لما حافظ على الخطه دي والافراد دول جه قال لي بقى، قلت له بس منتخبنا وصلاح، قال لي طب ما انا لعبت اورجواي 90 دقيقه ما جاش فيها جون وصلاح ما كانش معايا في الملعب. الجون جاي في الدقيقه 90. مظبوط. اذا اللي نجح الطريقه مش الافراد، هم الافراد نجحوا ان هم ينفذوها عشان انا محافظها لهم. ينفذوا الفلسفه اللي انا عايزها. بالظبط. كوبر كان يقول لاحمد فتحي انت من خط المرمى بتاعنا لخط النص مش عايزك تعدي. ما كنتش تلاقي احمد فتحي بيعمل الاوفر مع كوبر. احنا كناش بنشوف حد اصلا بعد نص الملعب. الناحيه الثانيه حمادة طلبة ما كانش بيعدي، طارق حامد والنني ما كانوش بيعدوا. محدش كان بيعدي. كنا بنلعب على بس ما كانش حد يجيب فينا جول. مظبوط. فانا كنت بلعب بفلسفه وخطه. وصلت للي انا عايزه في المرحله دي واللي المصريين عايزينه، قالوا احنا عايزين كاس عالم، وقالوا عايزين بطوله ام، قعدت ذاكرت المنتخب لدرجه ان انا اتفرجت على ماتشات لحد ما وصلت لماتش غانا 6-1، ومن بدايته كان الانحدار بتاع منتخب مصر لحد ما وصلت اللي انا مسكت المنتخب، فقلت انا محتاج ايه من منتخب مصر بمساعده بقى الناس اللي كانت معايا، فبالتالي وصلت انا عايزه. انا بقى بقول ليه كده عشان ايه؟ لانه انا عارف ان في مشاكل داخل غرفه ملاعب منتخب مصر مع كابتن حسام بدري. كابتن حسام بدري جه لعب 4 ماتشات بس لسه بدري يا احمد، برضو انا برضو عايز اكد على نفس الجزئيه، لسه بدري، الراجل ما اشتغلش غير 2 3 ماتشات. انا مش بتجنى على الكابتن حسام بدري، ولكن انت يعني اعتقد انت عندك يعني ثقه شويه في المعلومه اللي بجيبها. اه طبعا. من داخل غرفه لعيبه منتخب مصر انا بقول لك ان في مشكله، واذا لم يتم السيطره على هذه المشكله هيبقى في مشكله اكبر واكبر الفتره اللي جايه، انه في بعض اللعيبه مزمزقه من عدم اللعب، في بعض اللعيبه. الكابتن حسام بدري جاله تليفون قبل ماتش، كان في ماتش في الدوري هيتلعب للاسماعيلي وبعض الانديه، جاله تليفون الماتش الاولاني اللي احنا بنا ودي ماتش بوتسوانا، قالوا له ما تلعبش كذا وكذا عشان احنا استسمحنا الانديه بتاعتهم ان هم هنقدم ماتشاتهم في الدوري بعد الماتش ده بيومين فما تلعبهمش معاك. وراح قعد مع اللعيبه قال لهم مش هينفع لعيبكم عشان في كذا كذا. دي عملت مشكله كبيره جدا، بغض النظر عن ذكر الاسماء نحافظ شويه على الاستقرار، ولكن لا انا مش حافظ شويه عليه على الاستقرار. مش ضد الكابتن حسام البدري، ولكن ضد انه الجهاز الفني بتاع منتخب مصر. طب حافظ بقى على الاستقرار، كل واحد في اتجاه. تمام. بس حافظ يعني على حافظ بقى ايه حافظ. لا احنا بقى على اقول لك في معلوماتك جدا احنا جدا جدا بننوه لسبب. كابتن حسام بدري عنده سنه ونص مباريات سهله بتشبه كينيا وجزر القمر. فبالتالي يا كابتن حسام نصيحه واحنا كنا في ظهرك اكيد، ان انت تبني منتخب لمصر، لان احنا محتاج عندك قوام رئيسي في منتخب الاولمبي دون الاخلال بالمنتخب الاولمبي او ان هو يبقى فيه ياثر عليه. لا عايزين ناخد لعيبه مع محمد صلاح مع حجازي مع طارق حامد مع الناس اللي مع تريزيجيه مع الخبرات اللي موجوده مع اللي موجوده مصطفى محمد على صلاح محسن نقدر نبني منتخب. وبعدين انا ابني منتخب في 4 5 سنين وما اروحش كاس العالم اللي جاي، بدل ما اقعد انا كل شويه هدخل ومع التصوير. انا عشان عارف كواليسك ومعلوماتك بقول لك قدر الامكان حاول تحافظ على الاستقرار. كفايه كده. كفايه كده. طيب المنتخب الاولمبي هل عنده وقت الكابتن شوقي يعمل معسكرات ومباريات لطوكيو؟ عنده، هيعمل الكابتن شوقي بنسبه كبيره هتلاقيه عامل بخلاف الاجنده الدوليه. لا هو مش هيقدر يعمل ده لانه انت الناس الدوري عايزين يخلصوه، الدنيا صعبه، وهو برضو يعني مش عايز يعمل لهم ازمه. لكن في نفس الوقت الكابتن شوقي لو طلب لبن العصفور هيعمله له. وبرضه انت خدتني في حته مهمه بخصوص كابتن شوقي. كابتن شوقي غريب كان ماضي عقد بتاعه مع المجلس القديم لاتحاد الكوره برئاسه المهندس انا بريده وقتها. العقد اللي مضاه كانت فلوسه قليله جدا بالنسبه ليهم، فوعدوهم ان هم لو وصلوا الاولمبياد في تعديل كبير جدا حصل. الجهاز الفني للمنتخب الاول بياخد 2.5 ضعف المنتخب الاولمبي على كل الاصعده، سواء مدير فني مع مدير فني ومدير كوره مع مدير كوره، بياخد ضعف 2.5 ضعف. فبالتالي الجهاز الفني موعود ان هو يزيد بتاع المنتخب الاولمبي، لكن لسه ما حصلش، واللجنه مش عايزه تاخد القرار دوت لانه هيحملهم كتير او هيكلفهم كتير. بس اعتقد ان هي ممكن تعمل بوادر ازمه لو ما تمش الاستجابه لهذا الموضوع، تنبه ليها، والوزير هيتدخل في الموضوع. انا عارف انه هيتدخل في الموضوع. يعني معلوماتك كلها خطيره. ما هو يلا بقى، ما احنا اول مره اطلع معاك مش هينفع نطلع فاضيين يعني. طيب عايزين نتكلم بقى عن الاهلي، وعنده مباراه وادي دجله ان شاء الله في الدوري العام بكره، وطبعا خلال لحظات ممكن يكون معايا القايمه ان شاء الله للاهلي اعلنها وريني فايلر اعلنها بالنسبه لمباراه وادي دجله. التركيز في التوقيت الحالي بالتاكيد يعني على مباراه الدوري والبطوله الافريقيه، وانا حتى كانت رسالتي للجماهير ورسالتي حتى للاعلام او للزملاء، في تحديات اهم، في قضايا تحكيميه افريقيه بتحصل في القاره الافريقيه في بطوله افريقيا ممكن نتكلم فيه، اهم جدا من فكره مين رايح مين جاي، صفقه مش صفقه، معار او راحل، في موضوعات اهم في التوقيت الحالي. احمد تتفق معايا في ده؟ انا 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 موافق معاك، لانه سوق الانتقالات في مصر ما دايما يعني في الاخر بيطلع غلط، لانه كله بيبقى اجتهادات. تبقى مثلا
30 مدير فني ممكن نبقى نقول عليهم ان هم اللي هيجوا لمصر وفي الاخر ما بنلاقوهمش هم مين. ولو عايز تقول حاجه بس سريعه قبل ما انا بالمناسبه وانت معايا اهو احنا بنتكلم عن مباراه الاهلي ووادي دجله. ريني فايلر اعلن قائمه النادي الاهلي لمباراه وادي دجله، ضم في هذه القائمه 20 لاعب في حراسه المرمى الثلاثي محمد الشناوي، شريف اكرامي، وعلي لطفي. خط الدفاع رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، محمود وحيد، احمد فتحي، محمد هاني. خط الوسط الارتكاز حسام عاشور، عمرو السوليه، اليو ديانج. خط الوسط المهاجم محمد مجدي قفشه، وليد سليمان، حسين الشحات، رمضان صبحي، واحمد الشيخ. في خط الهجوم وليد ازارو، مروان محسن، جونيور اجاييه. دي قائمه النادي الاهلي استعدادا لمباراه وادي دجله. ياسر ابراهيم موجود في القائمه مع رامي ربيعه، احمد فتحي ورامي ربيعه موجودين، محمود وحيد كظهير ايسر ومحمد هاني، عاشور السوليه، اليو ديانج. وليد ازارو موجود في القائمه مع مروان محسن وجونيور اجاييه. وتميز في وسط الملعب المهاجم لاعبين متميزين قفشه، وليد سليمان، حسين الشحات، رمضان صبحي، واحمد الشيخ. طيب هرجع اكمل برضو. الاتحاد الافريقي بعت خطاب رسمي للاتحاد المصري بيقول لهم انه ان انتوا عملتوا بطوله امم افريقيا تحت 23 سنه وهي بطوله لا تنسى يعني بالذكرى. يعني طالما اللي هم لسه باعتين حالا الخطاب ف ده انت الخطاب معاك كمان. ما انا الخطاب برضو مصادرك في هنا. المهم في هنا إن... كنز. انا بتكلم انه في قضايا اهم بكتير، انا معاك في دوت، لانه احنا في القاره الافريقيه في فساد كبير جدا داخل الاتحاد الافريقي في الحته التحكيميه بالذات. هم اعلنوا ده وقالوا في تطوير هيحصل، لانه الفساد كبير جدا. حجم الفساد والرشاوي والحاجات دي صعبه جدا داخل الاتحاد الافريقي، في ماتشات بتلعب فيها وفي نتائج بتلعب فيها. ده بيأثر على نتائج الاهلي في البطوله الافريقيه، مش السنه دي، من سنتين. انا معاك انه ده لازم الملف ده يتفتح، ده الاهم، ده الحاجات الاهم. واحنا عايز اقول لك على حاجه، احنا المفترض يعني احنا الدوله الاقوى في الحاجات دي كلها، فلازم ان احنا اعلامنا نفسه يبقى رائد في ده. لازم نتسيد هذا الموضوع ولا نتصيد لبعض، يعني بالزبط. يعني احنا بنتسيد هذا الموضوع، في فرق ان احنا بنتسيده وفي فرق ان احنا قاعدين بنتصيد. ده الحكم ده كان حلو هنا وكان وحش هنا، بتبقى مشاكلنا داخليه. بالعكس احنا لازم نوصلها بره شويه بحيث ان احنا نقدر نعمل دوت. بالنسبه للاهلي ودجله، انه انا شايف الاهلي ماشي كويس. الاستقرار بتاع الفوز هو اللي بيعمل حاله من ان الفوز بيجيب فوز في لغه الكوره يعني. اكيد طبعا. الراجل المدير الفني فايلر انا عاجبني شخصيته ودماغه، ان هو فلسفه ما عندوش لعيب كبير ولاعيب صغير. انا اللي بيأدي عندي في التدريب او في الماتشات هو اللي بيركب وهو اللي بيلعب وهو اللي بيأدي، ما عندوش بقى. وانا عارف ان هو شخصيته قويه جدا وكلامه قليل قوي، بس لما بيقول كلمه وبيتكلم في موضوع نجاحه ان هو قدر يفهم شخصيه اللاعب المصري بسرعه، وان هو قدر يأدي ويطور بجانب الاستقرار اللي بيتوفر ليه، هو ده اللي بينجح اي منظومه بيتم العمل فيها. ابو حميد نورتني وشرفتني وسعيد جدا بالحوار معاك، ودايما مليء بالكواليس والاسرار، وان شاء الله حلقه اخرى تتكرر الفتره الجايه. انا اللي مبسوط جدا ان انا كنت معاك يا محمد، ويا رب يعني زي ما قلنا الحلقه كانت تبقى خفيفه على الناس اللي بتشوفنا، يعني خفيفه على الناس جدا. يلا الحمد لله. شكرا جزيلا ابو حميد، وبالتوفيق دايما ليك ودايما متالق وعامل شغل ممتاز. ربنا يخليك. شكرا لك. الله يخليك. فقره كانت مهمه جدا مع الناقد الرياضي والصحفي المتميز الاستاذ احمد عبد الباسط، وكواليس واسرار وموضوعات كثيره جدا. وطبعا لان النادي الاهلي عنده مباراه في الدوري العام ومع نادي دجله، بالتاكيد عنده تفاصيل، والجهاز الفني بيستعد للمباراه واعلن قائمه بين لاعب. لكن احمد كان عنده تفاصيل مهمه جدا متعلقه باتحاد الكره والخطوات الجايه بالنسبه لاتحاد الكره، والامور دي بيبقى لها علاقه حتى لو بشكل غير مباشر بالنادي الاهلي وفلسفه النادي الاهلي في الاستعداد للمرحله الجايه سواء في الدوري او الكاس. ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي موفق في مباراه وادي دجله، ان شاء الله 3 نقاط تكون الهدف والغايه لفريق النادي الاهلي، وهي دي الاولويات والتحديات اللي هنبني عليها الفتره الجايه. عندنا مشوار افريقي ومحل مهم، ان شاء الله الاهلي يكون قادر على عبور كل هذه المحطات في الفتره القادمه. الى هنا بتنتهي حلقة برنامج كلام في الميديا، إن شاء الله ألتقي بكم في حلقات أخرى قادمة خلال الأيام القادمة. شكرا وإلى اللقاء.